أطلقت شركة نيوزيلندية نوعاً جديداً من الآيس كريم يحتوي على مكون باراسيتامول، مما يجعله منتجاً مبتكراً يدمج بين المتعة والفائدة الصحية. ويهدف الآيس كريم إلى تخفيف الألم، خاصة للأشخاص الذين يعانون من الصداع أو الآلام العضلية. ويحتوي كل مزيج من الآيس كريم على جرعة خفيفة من الباراسيتامول، مما يجعله خياراً مميزاً لأولئك الذين يرغبون في تناول حلوى لذيذة مع تخفيف الألم في نفس الوقت. ولاقى المنتج إقبالاً كبيراً بين الرياضيين والأشخاص الذين يعانون من الآلام اليومية. بحسب الشركة، يتم تطوير الآيس كريم بشكل مستمر الآن لضمان السلامة والفعالية، مع احتمالية إضافة نكهات أو مكونات إضافية في المستقبل لتعزيز تجربة المستخدم.